ثم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. ساءته أزمان هي الأمور كما شاهدتها. اقتنع موسى بن نصير بفتح بلاد الأندلس بعد تجربة طريف بن مالك المعافري وبعد أن عاد منتصرا غانما. جهز طارق بن زياد ومعه 7000 مقاتل. طارق بن زياد لما وكل الأمر إليه أخذه بجدية معروفة عنه، وكان هو كما نعلم والي طنجة لموسى بن نصير، فأخذ في صناعة السفن، صنع سفنا كثيرة لتحمل هؤلاء الجنود إلى تلك البلاد. وبعد أن تجهزت السفن وصنعت حمل معه ما استطاع أن يحمله من المعدات والجند الذين كما قلنا بلغ عددهم 7000 مقاتل، وانطلقوا يخوضون البحر إلى بلاد الأندلس. وصلوا إلى جبل مقابل للجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس، وتمكنوا استقروا في ذلك الجبل، وهو الجبل الذي عرف بجبل طارق وما يزال معروفا إلى الآن بجبل طارق. لما أطلوا على الجزيرة الخضراء خاضوا بعض المعارك مع بعض الناس الذين كانوا حول الجبل وفي الجزيرة الخضراء، ووصلوا إلى بحيرة اسمها بحيرة خندة. هذه البحيرة كان يحيط بها مجموعة من البرتغال والأسبان من السكان الأصليين لتلك البلاد. خاض معهم طارق بن زياد بعض المعارك وانتصر فيها انتصارا حاسما سريعا. ولما حقق ذلك الانتصار الأول واستقر في هذه المنطقة، بلغته الأخبار أن الملك لذريق وملك الأندلس، وهو كان ملك أسبانيا وكان في طليطلة، كانت عاصمته طليطلة، قد أعد جيشا قوامه 100,000 مقاتل. ويقال إن الخبر لما بلغ طارق بن زياد وقف خطيبا أمام 7,000 مقاتل من المسلمين، لكنهم كانوا من المسلمين الفاتحين الذين يحملون رسالة، وقال لهم: ها نحن الآن قد وصلنا إلى هذه البلاد وأصبحنا أمام أعدائنا كما تعلمون، وهذا لذريق ملك طليطلة، وصلتنا الأخبار أنه قادم 100,000 مقاتل، فليس لنا إلا أن نصمد في سبيل الله. والحقيقة أن طارق بن زياد قد عبر عن ذلك في أبيات قالها يحمل معناها معنى الفداء، معنى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما تحدث إلى الجند وجد منهم الحماسة المعهودة، لكنه آثر أن يطلب مددا من موسى بن نصير. فالمعركة هنا تحتاج إلى شيء من التكافؤ، 7,000 مقاتل أمام 100,000 كونهم وجهزهم الملك لذريق. فبعث إلى موسى بن نصير يخبره بما حصل ويطلب منه المدد، فأرسل إليه موسى بن نصير 5,000 مقاتل، يعني أصبح عدد جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد 12,000 مقاتل. هذا العدد يعد عددا كبيرا إذا قيس بالهمة التي يحملها كل مقاتل أو كل مجاهد من هؤلاء المجاهدين. استطاع طارق بن زياد أن يشحن نفوس جنده بالحماسة والقوة والحيوية، وأخبرهم أن النصر من الله وأن الشخص منهم يستطيع أن يواجه آلاف الجنود من جنود لذريق، وهذا هو شأن المسلمين في فتوحاتهم كلها. لم ينتصر المسلمون من كثرة، بل المؤمنون على مدى التاريخ لم ينتصروا من كثرة، وما قصة طالوت وجالوت عنا ببعيد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وصلت جيوش لذريق بأبهتها وزهوها وعددها الضخم 100,000 مقاتل. ويقول هنا بعض قواد لذريق إنهم لما جاءوا ورأوا المسلمين في المكان الذي هم فيه عند مدينة شذونة عند وادي لكة
وهو الذي حدثت على ضفافه المعركة، قال: استقلوا المسلمين وفرحوا فرحا عظيما وأخذوا يتندرون بهؤلاء الناس الذين يأتون ويخوضون البحر ومعهم هذا العدد القليل 12,000 مقاتل. فكأن الصليبيين وكأن القوط بقيادة الأذريق قد تقالوا المسلمين. ثم يقول بعض قوادهم فيما بعد لما انتهت المعركة، قال: والله لم نكن نواجه رجلا واحدا، إنما كنا نواجه عددا كبيرا من الرجال في رجل واحد. وهنا أيها الأحبة تأتي أهمية الإيمان بالله عز وجل، الإيمان القائم على اليقين الذي يجعل الإنسان قائما بما يجب عليه تجاه الله عز وجل، ومستهينا بكل الصعاب التي يواجهها في هذا الطريق. التقى الجيشان على ضفاف وادي لكة، ودارت المعركة الأولى في 28 من رمضان من عام 92 للهجرة. ويا لها من معركة عنيفة، يا لها من معركة لم تكن متكافئة من حيث العدد ولا من حيث العدة، ولكنها كانت متكافئة من حيث الهمم التي كان يحملها جنود الإسلام في تلك المنطقة. فدارت المعركة في يوم 28 من رمضان، فما اقترب غروب الشمس حتى كانت الهزيمة متحققة بالنسبة لجيش الأذريق، وتشتت شملهم وتفرقوا وأصيبوا بجزع كبير. ثم أشيع أن الأذريق قد قتل، وهنا تختلف الروايات، منهم من قال إن الأذريق فعلا قتل في تلك المعركة، ومنهم من قال إنه هرب وخاض خليجا فغرق في ذلك الخليج. هنالك روايات أخرى تقول لا، إنه هرب ونجا ثم قتل في معركة أخرى. المهم انتهت المعركة بفوز كبير للمسلمين برغم قلة عددهم وعدتهم. وأذكر 12,000 مقاتل مقابل 100,000 مقاتل من القوط. هنا تشجع طارق بن زياد رحمه الله، وهو قائد محنك، وهو الذي يدرك ما يجري في المعركة، فرأى أن الحظ مع المسلمين، ورأى أن هذا النصر قد رفع من معنويات الجيش الإسلامي، فولى مغيثا الرومي. ومغيث الرومي هذا مولى للوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وكان شجاعا فارسا خيرا فاضلا. والحقيقة أيها الأحبة، الناس يعني حينما نتحدث عن الجيوش الإسلامية سنجد الإيمان واليقين والخيرية هي التي تكون شخصيات أولئك القواد وأولئك الجنود. مغيث الرومي عينه طارق بن زياد قائدا على 700 فارس، وبعث به إلى قرطبة وأمره أن يفتح قرطبة وأن لا يعود حتى يدخلها. ثم كون مجموعتين أخريتين من الجيش الإسلامي، بعث بإحداهما إلى البيرة وبعث بالأخرى إلى رية، ثم انطلق بمن بقي من الجند معه إلى طليطلة عاصمة الأذريق، وكان ذلك في بدايات عام 93 للهجرة. استطاع مغيث الرومي أن يحقق نصرا سريعا حاسما، ومعه 700 جندي في قرطبة، فاستولى على قرطبة. أيضا المجموعة التي ذهبت إلى ألبيرة استطاعت أن تستولي عليها، التي ذهبت إلى رية استولت عليها. طارق بن زياد دخل طليطلة فاتحا منتصرا غانما، وهنا كتب برسالة الفتح إلى موسى بن نصير رحمه الله جميعا. فلما وصلت الرسالة إلى موسى فرح فرحا شديدا، وبعث برسالة إلى طارق بن زياد: انتظر في طليطلة ولا تتحرك حتى آتيك. وقد تشجع موسى بن نصير أن يدخل بلاد الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. من سره زمن ساءته أزمان.